هاي جايز، زي كل مرة بغيب أشهر وبعدين برجع أعمل فيديو راندم وبعدين بغيب أشهر تانية، وكل مرة بقول هنتظم المرة دي وهنزل فيديوهات ومش هبعد عن يوتيوب وحاجات كده و it never happens. فأتمنى إن المرة دي الموضوع يكون بجد. النهاردة الفيديو هيكون شوية مختلف، هيكون فلوج او مش مختلف. تقريبا اخر فيديو نزلته كان لما شلت البريسز، فكان حاجة شبهه، فهو هيكون فلوج زي اخر فيديو، بس هيكون مميز لان دي اول مرة هرجع فيها مصر من سنتين. بقالي سنتين ما رحتش مصر، مش عايزة اتأثر بس عشان الكورونا هتأثر عشان الكورونا والظروف اللي العالم كله كان بيمر بيها، ما كناش عارفين ننزل من 2019 تقريبا، من 2018 سوري، ما اخدتش يعني اجازة proper اجازة في مصر. 2019 كان اشتغلت فاخدت اجازة اسبوع بس في وقت الصيف. 2020 كان في كورونا، ودلوقتي 2021 اخيرا ان شاء الله هننزل. بس يعني اخر اجازة اخدتها كانت 2018، وده كان من 3 سنين. فمبسوطة جدا 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 اني هنزل مصر، متحمسة قوي اشوف عيلتي، مش عايزة اتأثر. تبقى اجازة مختلفة شوية عشان هتكون اول مرة انزل مصر بعد ما جدتي وعمتي توفوا، فهتكون اجازة صعبة ومختلفة شوية، بس مبسوطة اني هنزل. المهم في الفيديو ده هتشوفوا وانا بوضب الشنطة. امبارح وضبت شوية من الشنطة، في حاجات تانية هكملها النهاردة. So today's the day. النهاردة ان شاء الله ان شاء الله هسافر. مفروض انزل كمان نص ساعة، فهقفل الشنط وهظبط كده كام حاجة عايزة اظبطها في البيت قبل ما انزل، وهعمل my skincare routine، هوريكم شوية من الحاجات دي. اوكي، الاول لازم اعمل my skincare routine عشان احط الحاجات في الشنطة، ف هوريكو سريعا. هعمل فول سكين كير روتين بعدين، بس ده كلينزر هوريكو فيه الحاجات اللي بستخدمها، الحاجات اللي بحطها على بشرتي الصبح والحاجات اللي بحطها بالليل. دلوقتي بس بنضف وشي. بعد كده هحط فيتامين سي، ده من براند انكي ليست، هبقى اقول لكم ديتيلز كل الحاجات دي بعدين عشان ما عنديش وقت. فاضل لي 17 دقيقة ولازم انزل. نيكست هحط هايلورونيك اسيد برضو من انكي ليست. الحاجات دي هتكلم عليها كلها ان ديتيلز اي بروميس، بس في فيديو تاني عشان ما عنديش وقت دلوقتي. بعد كده احط مويسترايزر. في العادي بستنى فيو مينتس الحاجات دي تنشف في بشرتي. خرجت نفسي، بس دلوقتي ما عنديش وقت. then اخر حاجة احط sunscreen. ده احلى sunscreen في العالم. Literally, I swear it's the best sunscreen ever. دي يمكن ربع علبة. آخر حاجة بسرعة 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 أحط الليب بام. ده برضو أحلى ليب بام في الدنيا، بس بعدين كل الحاجات دي بعدين. أوكي، let's go. خلصت.
باج نمبر 2 ريدي. انا لازم انزل بس بباك اخر كام حاجه، جلوفز، ماسكس، خلي واحد دلوقتي هلبسه، فيس شيلد عشان ماما هتموتني لو ما لبستوش، الموبايل بتاعي، اللابتوب، نسيت اللابتوب، لازم افتح الشنطه الثانيه. اخر حاجه هظبط شعري وانزل. انا نازله، باي باي بيت. انا وصلت، I checked in خلاص، دلوقتي داخلة على departures area. It's so hard to vlog في المطار. So awkward to film في المطار but لسه قدامي، الساعة 12:30، لسه قدامي ساعتين ونص على الطيارة، الطيارة الساعة 3. هشتغل بقى واتمشى في سوق الحرة و كده يعني. وحشني قوي الحته دي. طيب ماما وهنا دلوقتي سنس بقالنا سنتين ما نزلناش، ايه الحاجات اللي حاسينها اتغيرت؟ اولا زي ما قلنا الطريق الدائري ضيق قوي، مش عارفه ايه اللي حصل فيه، بقى ضيق او كانه اتجت شيفتد كده، صح؟ جت شيفتد تو ذا ليفت، مش عارفه والله، ما اعرفش ايه اللي حصل. الدايمنشنز عندنا اتغيرت، مش عندنا، مش هنا،
نظرنا احنا الدايمنشن. سو انا في البيت دلوقتي في مصر في القاهرة. I'm so happy ان احنا الحمد لله رجعنا البيت. This is so much light. اوكي احنا الحمد لله رجعنا البيت. امبارح شفت شوية من عيلتي والنهاردة المفروض ان شاء الله هشوف ناس اكتر عشان في حنة بنت خالتي النهاردة. Thank you so much for watching. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله وانا هنا I will اصور حاجات اكتر. I will try my best. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للشانل نسيت كنت هقول ايه وشير للفيديو عشان ناس اكتر تشوفه. Thank you so much for watching. Bye.